بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم بلقائنا الثالث بكورس برمجة واجهات المستخدم الرسومية بالماتلاب. تعرفنا بالأسبوع الأول على واجهات المستخدم الرسومية، تعرفنا على مجموعة من الأمثلة العملية وشفنا كيف ممكن نبرمج مجموعة من الكائنات. أخذنا أمثلة بسيطة على أساسيات برمجة الواجهات. شفنا بالأسبوع الثاني تعرفنا على مفاهيم أساسية، تعرفنا أول شيء على أهم خصائص البرمجة بالأداة جايد، وبعدين انتقلنا منها لنحكي عن الاستدعاءات وعن برمجة عن الاستدعاءات، وحكينا عن برمجة الكائنات، برمجة كل كائن أوبجكت بالواجهة. شفنا كيف ممكن برمجة البوش بوتوم، السلايدر، راديو بوتوم، التشيك بوكس، الإيديت تكست، ستاتيك تكست. تطرقنا لأهم الكائنات الموجودة، واليوم راح نكمل بإذن الله، راح نحكي عن برمجة كائنات تانية مثل السلايدر، وراح نحكي مجموعة من المفاهيم العامة الأساسية والمهمة بالواجهات. راح ناخذ مثال بيحوي مفاهيم جديدة ما طرحناها، وراح تكون مفيدة للمراحل الجاية بالدورة بإذن الله. بداية مثل ما ذكرنا، مجرد تشغيل إنشاء واجهة بدون ما أنشئ فيها أي شيء، راح يكون عندي بمجرد حفظها راح يتم تشكيل مثل ما ذكرنا بمجرد حفظ الواجهة واستدعاء من الإديتور ملف ام فايل، راح يحتوي الملف ام فايل على التوابع الأساسية للواجهة اللي هي التابع opening fcn والoutput fcn، بالإضافة لتوابع تانية مثل close fcn close function. كمان ذكرنا انه كل كائن راح انشئه بشكل تلقائي راح يكون له مجموعه من التوابع ما تدعى بالاستدعاءات. هاي الاستدعاءات الاساسيه هي الكول باك والكرييت فانكشن، ديليت فانكشن، البوتوم داون فانكشن، والكي بريس فانكشن. هي الشائعه لاغلب الكائنات المستخدمه مع اغلب الكائنات. في كائنات مثل ما ذكرنا الى استدعاءات الخاصه اللي حسب التطبيق بيستخدمها. هون في مفهوم بسيط بس بدي اذكره. بنلاحظ بمجرد انشاء اضافة كائن واستدعاء الكول باك الخاص فيه، الاستدعاء الخاص فيه، راح يتم مثل ما ذكرنا كمان اضافة مجموعة من التعليقات الكومنتس، وشفنا كيف ممكن الغي هاي التعليقات. لو اردت انه اكتب اي يعني مثلا لو اردت انه جعل خاصية هذا البوش بوتوم handles dot، هذا البوش بوتوم اسمه بوش بوتوم واحد التاك تبعه، بعدين string، بعدين راح اكتب الاسم اللي بدي اياه مثلا ماتلاب على سبيل المثال. فمنلاحظ انه وقت اشغل واجهتي راح يكون عندي السترينج الخاص بالبوش بوتوم راح يضل مثل ما هو محفوظ بالواجهة بوش بوتوم، بس لما اضغط عليه راح يصير اسمه ماتلاب.
لهون المفهوم اللي بدي اشير له انه انا عم اكتب عم غير بخصائص الكائن نفسه ضمن نفس الكول باك تبعه، يعني انه هذا الكول باك الخاص بالكائن اللي بدي غير خاصيه السترينج له. فانا ما عاد عندي امكانيه، ما عاد عندي ضروره لاني استخدم الاتش الهاندلز لحتى اشير على التاج او اشير على الكائن الاوبجكت. عندي ما يسمى اتش اوبجكت هاندل تو بوش بوتوم. اتش هون شو عم يقول لي؟ اتش اوبجكت هاندل تو بوش بوتوم 1 سي جي سي بي او. راح نشوف هلا هذا التابع جي سي بي او، راح نشوف شو وظيفته. يعني هلا هون لو كتبت اتش اوبجكت، فبمجرد ما اني شغل واجهتي واكبس حيتم تنفيذ نفس الصدر، نفس يعني نفس كأني عم استخدم هاندلز دوت بوش بوتوم 1. فأي كائن بدي عدل بالتابع تبعه بخصائصه، ما في ضرورة اني يشير عليه بالبنية هاندل، مباشرة بكتب اتش اوبجكت. رح نشوف اليوم كيف ممكن نستخدم، يعني نتعلم كيف نصير نقدر نتعامل مع هالكتابة من خلال امثلة اكتر. خلونا نشوف التابع جي سي جي سي بي او، لهن تابعين في جي سي بي وجي سي بي او. خلونا نشوفهم. تابع جي سي بي او get handle to current callback object، get handle to current callback object. بشكل تلقائي راح يرجع لي التابع return the handle of object whose callback is currently executing. يعني بشكل تلقائي راح يرجع لي قيمة، او حيرجع يعني حيرجع لي return the handle تأشير على الكائن whose callback بدل، يعني انه يعني الكولباك الخاص بهذا الكائن يلي حاليا is currently executing، يلي حاليا انا يعني اعطيت امر مثل ما قلنا البرمجه المقاده بالحدث، يعني لما اضغط عليه صار اللي تنفيذه، فراح يتم استدعاء هذا التابع، راح يرجع الهاندل للاوبجكت، وبالتالي راح يتم تنفيذه او التعديل على خصائصه بشكل مباشر. بنلاحظ هذا التابع هون عم يتعامل مع الاوبجكت الخاصه بالواجهات. لو حطينا لو شفنا جي سي اف راح نلاحظ انه get handle to current figure، فعندي امكان راح يرجع لي الفيجر التابع الاول للاوبجكت، التابع جي سي اف للفيجر. عندي كمان مجموعه ثانيه، عندي جي سي او راح يستدعي handle to current object، وعندي جي سي بي او حكينا عليه وجي سي او. تمام، نشوف الفرق بيناتهم. لاحظوا كيف بالتنفيذ الجي سي او return the current object in the current figure، او بطريقة تانية ممكن جي سي او figure return the current figure in the figure، يعني هون ضمن الfigure. هلا هذا ممكن نستفيد منه بطريقة تانية بنماذج المحاكاة، وقت بدي اربط واجهة رسومية، يكون عندي واجهة رسومية ويكون عندي بنفس الوقت نموذج موديل محاكاة.
نلاحظ لو فتحت موديول محاكاة جديد مثل ما شايفين هاد وضفت له مجموعة من الكائنات بلوكس وبعدين كان عندي واجهة رسومية. هاي الواجهة الرسومية بدي ادخل فيها قيم وبرامترات الموديول هاد. فاستخدام التابع جي سي او او جي سي بي اف او جي يعني هي المجموعة اللي حد التوابع اللي رح تشير بشكل مباشر للفيجر الموجود رح تساعد انه اربط الواجهة مع الموديل، وبالتالي رح يصير عندي امكانية انه ادخل برامترات النموذج المحاكاة عندي بالواجهة الرسومية وانه اعمل له تصدير لنموذج المحاكاة، بالاضافة لاستخدام التابع سيم اللي رح يسمح بتشغيل تلقائي للنموذج المحاكاة. خلونا نرجع للواجهة الرسومية. هلا اهم الفكرة اللي ارجع بشكل مختصر سريع عيد الفكرة انه ال H object ضمن استخدامه ضمن الكائن اللي بدي اعدل بخصائصه بشكل تلقائي راح تشير لنفس الكائن من خلال التابع جي سي بي او. خلونا هلا نتعرف نشوف كيف ممكن نبرمج السلايدر. بنلاحظ لما اضيف كائن من نوع سلايدر لو دخلت على خصائصه لو دخلت على خصائص هذا الكائن رح لاحظ عندي خاصية الماكس أعلى قيمة والمينيموم أقل قيمة، يعني أقل قيمة للسلايدر وأعلى قيمة للسلايدر، بالاضافه للسلايدر ستيب. هي هدول الخصائص الثلاثه الاهم برمجه السلايدر. واكيد عندي خصائص ثانيه مثل الانيبل والفيجيبل والفاليو، فمثل ما اللي ذكرناهم بالاسبوع الماضي هي خصائص مشتركه ما حتختلف ابدا عن خصائص الكائنات الثانية. انا هلا يعني اللي بيهمني بهذا الكائن الماكس والمينيموم والسلايدر ستيب. ما راح ابرمج السلايدر من هون، راح ابرمجه من خلال التابع opening fcn. فلو رحت على ملف الانفايل ورحت توجهت على opening fcn، خلينا نرجع نشوف السلايدر 1 التاج سلايدر 1 بمجرد تشغيل الواجهة حلو سيت هاندلز يور سلايدر 1. عندي اول خاصية الماكس فاليو راح افرض انه 100. الخاصية الثانية هي السلايدر ستيب راح افرض انه 1 2، يعني واحد يعني راح خلي بما انه اكبر قيمة 100 راح خلي القيم تبدأ من الصفر للمية بخطوة واحد، يعني 1 2 3 4 للمية، وبالتالي راح خلي الخطوة 1 على 100 1 على 100. الخاصية سلايدر ستيب راح تعمل مع مصفوفة الى قيمتين اكس وواي، المصفوفة راح ادخلهم مثل ما هو مبين 1 على 100 1 على 100. هلا لو شغلت راح لاحظ حتم عندي 100 خطوة ليوصل لأعظم قيمة. طيب خلونا نشوف القيم كيف عم ياخدها. راح اضيف كائن static text هذا الكائن بمجرد تنفيذ السلايدر راح يتم اسناد قيمة السلايدر له.
A تساوي get handles، أو هو ما في ضرورة كمان ال handles، h object فاصلة value، أخذ قيمة ال value set h object، عفوا هو ما عنده، هلا بدي يشير لل static text string num to string ليه، وبالتالي راح ياخذ قيمة، راح ياخذ قيمة ال h object اللي هو السلايدر، راح ياخذ الخاصية value يعني راح ياخذ القيم من خلال استدعاء خاصية value للسلايدر، وراح يتم اسنادها من خلال السيت لل text 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 لل الكائن عفوا اللي اسمه static text اللي له التاج تي اي 1 للخاصية string، والفاليو راح احصل عليها هون اللي هي الاي، راح تكون عندي من نوع num او number، راح احولها من number لمحرف من خلال num to string، راح استنزل الخاصية string. نشوف هلا بنلاحظ 1 2 3 4 5 راح يمشي للمية. بنلاحظ لو اعلى قيمة راح ياخدها 100. هلا طبعا انا هون عندي امكانية بدل h object handles dot slider 1، لاني عم اشتغل ضمن نفس التابع، ما في مشكلة. اما اني استبدل ال handles dot te1 ب h object، بنلاحظ راح يعطيني خطأ، او ما اعطاني خطأ بس ما نفذ شيء، يعني ما راح ينفذ شيء. السبب هو انه انا لما حطيت اتش اوبجكت هون فرجعت القيمة السترينج لنفس الاوبجكت اللي هو سلايدر واحد، والسلايدر واحد ما له كائن ليعرض نتيجة، يعني ما في شيء يعرض لي اياه، يعني مثل ما شايفين السلايدر ما حيعرض نتيجة، مثل ما شايفين ما في شيء يعرضه، مشان هيك ما راح يستجيب لاي شيء. اما لو اردت اني رجع التأشير للهاندلز دوت تي اي 1، بنلاحظ راح ترجع القيمة تظهر بالستاتيك تكست. يعني انا هون عم اشتغل بالكول باك الخاص بالسلايدر 1، وبالتالي لازم اشير للكائن الثاني. اما لو كنت عم اشتغل بالكول باك تبع الكائن ستاتيك تكست، هون هذا الكائن الستاتيك تكست ما عندي كول باك له، وبالتالي ما عندي إمكانية لأني أكتب أي شيء. وبالتالي مثل ما شفنا لبرمجة الكائن من نوع سلايدر بيهمني ثلاث شغلات: مينيموم فاليو، ماكسيموم فاليو، السلايدر ستيب. ولازم أعرف أنه السلايدر ستيب هي عبارة عن مصفوفة إلى قيمتين، قيمة X Y، قيمة بتكون دائما على واحد على ماكس القيمة العظمى. هلا أحيانا احنا شفنا هلا كيف ممكن نتعامل مع التابع opening fcn لحتى احدد قيمة السلايدر. هلا احيانا هي القيمة ما بتكون ثابتة، يعني ممكن يكون عندي مثلا بعض التطبيقات مثلا معادلة من الدرجة، مثلا برنامج لحل جملة معادلات ممكن المستخدم يحدد هالمعادلة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة، وبالتالي حيكون عندي السلايدر خطوطه مختلفة، يعني ممكن تكون خطوة واحد او اثنين او اربعة، ممكن يكون عندي خطوطين، ممكن يكون عندي 10 خطوات. فممكن انا اترك مهمة تحديد خطوة السلايدر للمستخدم بالطريقة التالية: راح اعرف راح اضيف عنصر بوب اب منيو، وظيفته يحدد لي خطوة السلايدر، راح اخلي هذا البوب اب منيو اول شيء، اول واحدة اول سطر راح يكون عدد خطوات السلايدر يكون 10، الثاني 20، الثالث 30، 40، 50. بنلاحظ هلا لو دخلت على الكول باك الخاص بالبوب اب منيو، اول شيء راح اروح احذف او خلي الديفولت
الخطوة الافتراضية 1/100 يعني 100 خطوة. state get h object، كمان هون انا بدي اخذ الخاصية string value للكائن نفسه البوب اب منيو. فاستخدام السويتش state الكيس الاولى ما عندي شيء، بالحالة الثانية راح يكون عندي set handles dot slider 1، راح تكون عندي الماكسيموم فاليو ما انه 10 راح تكون 10، وبالتالي السلايدر ستيب راح تكون عندي 1. على 10 واحد على 10 عندي الكيس 3 راح تكون 1/20 بالكيس 4 راح تكون 30 بالكيس 5 راح تكون 40 وبالحالة الأخيرة راح تكون 50 انت بنلاحظ هلا مجرد تشغيل الواجهة راح يكون عندي الحالة الافتراضية عندي 100 خطوة. هلا لو حطيت 10 ف اخذ القيمة 10، الفاليو اخذها 10. هلا ارجع لاحظ 1 2 3 4 راح ياخذ قيمة من 1 للـ10، راح ياخذ راح يضل على 10، راح يصير عندي الخطوة 20 خطوة، الماكسيموم 20 كان يكمل للـ20، عند الـ40 راح يكمل للـ40، عند الـ50 عندي امكانية انه يكمل للـ50، وبالتالي صار عندي إمكانية ومرونة لأتحكم بقيمة السلايدر وأحصل على قيمته وأسندها وشوف شو هي. ممكن شفنا كيف أنا أخذ هو بشكل تلقائي الماكسيموم فاليو وهي أعطاها خلاها الديفولت، ممكن خلي الفاليو فاليو 0 تعطيه القيمة 0. هلا الديفولت راح تصير لو كانت مثلا مثل ما شايفين العشرة، فلما اعطيته 10 اخذ قيمة الديفولت 0، بعدين صار يضيف عليها. راح ارجع عيدها، هاي الـ20 مثلا لو رجعت للـ10 بنلاحظ اعطاه ديفولت 0. طيب خلونا نسند القيمة بنفس الوقت لاسنادها، بدي استخدم التابع سيت مرة تانية بس الكائن handles dot te 1 string هون راح احط له 0. يعني هي ما لها معنى، بنقدر نقول ما لها معنى بس مشان البرنامج يكون اوضح. فبالتالي هلا لو حطيت له مثلا قيمة ولتكن حطيت على 10، بالتالي اعطى قيمة افتراضية للسلايدر 0. هلأ خلونا نتعرف على مفهوم جديد. فلو كان عندي كأوبجكت من نوع إيد التكست، لو كان عندي نفرض انه عندي 9 كائنات إيد التكست،
هلا راح اعطي الايديت تكست تاج، راح اخليه على حالته من الايديت واحد، ايديت اثنين، ايديت ثلاثة، ايديت اربعة. هون هاي اربعة، ما عندي اربعة. طيب راح اخذ هذا سميه ايديت اربعة، وهاد ايديت خمسة، هاد راح اسميه ايديت ستة، بعدين عندي ايديت سبعة، ايديت ثمانية، واخر شي ايديت تسعة. هلا لو اردت انه اتحكم بخاصية، اي خاصية من خصائصهم، راح افرض مثلا خاصية مثلا اللون. لو اردت انه اتحكم بخاصية اللون وغير لون كافة الكائنات مرة واحدة، يعني ما اتحكم بواحد واحد، اتحكم غير خاصية اللون لكل الكائنات مرة واحدة من خلال الضغط على البوش بوتوم اللي ضفته اخر شيء. خلونا نشوف كيف ممكن اعمل هذا الشيء. من خلال حلقة فور راح تبلش من الواحد للتسعة، راح اعرف مصفوفة وراح اشير الى handles.i تساوي مصفوفة، واشرت الى بالبنية handles set handles.edit، او هون لا عفوا، هون راح يصير عندي eval. تمام، ايفال التابع، ايفال طبعا الكل بيعرف شو وظيفته، يتعامل مع يعطي المعنى البرمجي لمصفوفة محرفية. num to string i، وبالتالي صار عندي راح يتم تخزين handles، عرفت مصفوفة اسمها out، واحد بعدين قيمة اثنين بعدين قيمة ثلاثة بعدين قيمة اربعة. راح تشير اي المصفوفة handles ايدت واحد بعدين ايدت اثنين بعدين ايدت ثلاثة بعدين ايدت اربعة. راح اقول له set handles dot الاوت اي، هاي المصفوفة بدي اتحكم بالخاصية الكائنات. راح اخذ مثلا خاصية اللون مثل ما اتفقنا، الباكجراوند كولور، باكجراوند كولور، راح ارجع باكجراوند كولور، طبعا معروف مثل ما معروف للجميع كمان، هاي هذا هي الخاصية بتعامل مع ثلاث مصفوفة من ثلاث قيم. القيمة الأولى بتعبر عن نسبة اللون الأحمر، القيمة الثانية بتعبر عن نسبة اللون الأخضر، والقيمة الثالثة بتعبر عن نسبة اللون الأخضر، عفوا الأزرق، وهن الألوان الأساسية. فراح أقول له مثلا هاي الألوان نسبتهم 0.51 0.15، راح أقول له انت. اللي راح يصير هلا انه راح وقت اضغط انا على البوش بوتوم هاد راح تفتح حلقة من الواحد للتسعة، راح تشير ل الكائن ايديت من الواحد للتسعة، ايديت هاندل ايديت واحد ايديت اثنين، والتابع ايفر راح يعطيني المعنى البرمجي لهاد، وراح يتم من خلال التابع سيت اسناد الخاصية بالاستعانة بالمصفوفة اتش اوبجكت. خلونا نشوف كيف ممكن نعمل هذا الشيء. لو شغلت برنامجي نلاحظ تم التعديل على هاي الخاصية لكل الكائنات مرة واحدة. طيب بركي انا بدي اغير غير خاصية، مثلا string، ممكن اكتب مثلا ماتلاب. نلاحظ تم التعديل وتغيير الاسم، كلهم صار اسمهم ماتلاب. بهي الطريقة راح تسمح لي هاي الطريقة راح تسمح لي انه تعطي مرونة اكبر للبرنامج، راح يصير عندي امكانية اتعامل مع عدد كتير كبير من الكائنات، راح يصير عندي امكانية ل يعني عندي يعني حتى امكانية تصغير حجم البرنامج
وتصغير الكود كمان لاحظوا انه كان عندي 9 كائنات بسطر برمجي او بسطرين برمجيين قدرت اتحكم بخصائصهم، ما في عندي ضرورة لاتحكم بخصائص كل تابع لحاله. طبعا بنفس الطريقة بامكاني، هلا انا بالوقت الحالي انا استخدمت التابع سيت، بامكاني بنفس الطريقة التابع جيت اخذ القيمة، يعني ممكن هون مثلا دخل 5 بدي اخذها واحولها من num to string، من string to number، ما عندي مشكلة باستخدام التابع جيت بنفس الطريقة، وراح اسند لمتحول لمصفوفة، يعني ممكن اسند لمصفوفة جديدة i تساوي واستخدم هون جيت واخذ الخاصية كمان ممكن. ممكن كمان من خلال اشير لهي الكائنات، هي ايدة 1 2 3 من خلال السلايدر، يعني انا مثلا هون لو حطيت السلايدر 9 مو بدل 10 9 واشرت 1 2، يعني مثلا هلا على 5 بدها تشير للايتم رقم 5 اللي هو هاد، للاوبجكت رقم 5 اللي هو هاد، فبتكتب لي بدي اياه بعدين بروح على 6 مباشرة بتتم الاشارة على الايتم على 6، بعدين بحط على 7 مباشرة بتتم الإشارة على 7 كمان بسيطة. أنا كل اللي لازم أعمله إنه استدعي هون القيمة الفاليو تبع السلايدر، استدعي هون الفاليو تبع السلايدر، وهي الآي خلي من 1 لل 9 راح تكون تابعة لقيمة السلايدر، يعني حسب قيمة السلايدر راح تتغير. ايوه محمد كان فيني حط بدال handles dot out فورا eval، handle dot out فورا eval هيك، يعني هيك قصدك محمد؟ طيب محمد فيك تعدل، ما فهمت عليك، فيك اعطيتك الصلاحيات فيك تدخل وتعدل. تمام. طيب خلونا نحذف هذا السطر ونجرب، اتوقع ما يعطي مشكلة. تمام ما في مشكلة كمان، يعني نفس هي بالنهاية انت عم تتحكم بخصائص. نرجع نشغل، ما في اي مشكلة، يعني هي اسطر برمجية ممكن تكتبها بعدة طرق، بس ممكن يعني من خلال المصفوفة انك انت عم تخزن بالمصفوفة اوت تستفيد مشان تتابع جيت، مشان اذا بدك تعطيها قيم، يعني هلا هيك، يعني مشان تعطي قيم، يعني بالطريقة السابقة اللي هي هيك، لو كان عندك استخدام الجيت فممكن انت تسند قيم لل اوت دوت اي، وممكن بطريقة تانية طبعا بالبرمجة كل شيء بيصير بأكثر من طريقة. با ايفال ممكن، تمام. التابع ايفال وظيفته باختصار يعطي المعنى البرمجي ل ل لمصفوفة محارف، يعني مثل ما شايفين هون الهاندل دوت ايدت هي مصفوفة محارف من نوع، والرقم حولته من num to string، وهذا المعنى البرمجي. تحكمت بخصائصه من خلال الست بالإشارة على المصفوفة اللي تم التخزين فيها.
خلونا لا ناخذ مثال جديد، رح نتناول رح نناقش فيه مواضيع مختلفة تماما عن اللي ناقشناها لحد الآن. مشان هيك رح انتظر هلأ 5 دقائق رح نناقش فيها. إذا في عندكم أي استفسارات أي أسئلة عن الجزء الأول اللي تعرفنا فيه على تقريبا كافة الكائنات، برمجتها، الاستدعاءات، شفنا كيف ممكن نتعامل مع مختلف الكائنات، تعرفنا على التاج جي سي بي او، تعرفنا على الاتش اوبجكت، معنى الاتش اوبجكت، تعرفنا على مختلف انواع الاستدعاءات، على اهم خصائص الواجهة، على اهم التوابع فيها. هلا بينتقل لمفهوم جديد، مفاهيم جديدة تتعلق بالتبادل المعطيات بتخزينها بكيفية، يعني بمعنى الشيء اللي عم يصير خلف الواجهة، اللي ما يعني اللي حتى بالاسطر البرمجيه صعب شوي يعني نشوفه بالاسطر البرمجيه، والمستخدم اكيد ما راح يشوفه بنوب. قبل ما ننتقل خلونا نشوف شو عندكم استفسارات. حسب الترتيب الموجودين فيه، اول شيء باسل، في عندك اي استفسار باسل؟ باسل في اي استفسار؟ طيب محمود، معاذ في أي استفسار؟ محمد؟ بصراحة ما فهمت عليك. لا مصفوفة، فيك تدخل مصفوفة كعنصر عنصر، راح نناقشه ان شاء الله اليوم بالاجتماع المساء بإذن الله. بس فيك تقول الملف التنفيذي الواجهة هاي، ما فهمت عليك شو قصدك. تقصد ملف الـ EXE يعني؟ طيب كمان معلش خلينا نتركه لوقت تاني، بنخصص اجتماع بس لعملية إنشاء ملف تنفيذي عشان يعني نناقشه بتفصيل ما نحكيها بسرعة. يمان ما بظن عنده أي استفسار، بس بتوقع إنه ممكن تشاركنا أفكار أو تطرح مفاهيم جديدة. إذا في عندك أي شيء يا مان تفضلي.
هلا رح ناخذ مثال، رح نشير بشكل أساسي فيه داخله من خلال هذا المثال على كيفية مشاركة المعطيات بالواجهة، وكيفية تبادلها ما بين الكائنات، وعلى البنية الأساسية يلي عم يتم مشاركة الكائنات من خلالها. هذا المثال رح يحتوي بشكل عام، مثال بسيط رح يحتوي على كائن من نوع أكسيس، وعلى ثلاثة بوش بوتوم، البوش بوتوم الأول راح أسميه سيرف. طبعا الكائنات الثلاثة راح تكون لهم وظيفة الرسم، راح يعطوا يعني الكول باك راح يكون وظيفته الرسم. الكائن الثاني راح اعطيه اسم مش، طبعا انواع من الرسم، من سطوح الرسم ثلاثي البعد. الكائن الثالث راح اعطيه الاسم كونتور، وراح اضيف ايتم او اوبجكت عفوا من نوع بوب اب منيو. راح يحتوي على ثلاث كائنات بشكل اساسي، او ثلاث اسطر، هن البيكس يلي حيرسم لي القيمة بيك، قيمة الأعظمية، والميمبرين، بالإضافة لل سينك. رح نبلش برمجة. أول شي رح أعطي اسم draw fun، رح اروح على التابع، رح بلش بال opening of cn، رح اضيف الاسطر البرمجية الاساسية لواجهتنا. الهدف من الاسطر اللي بيضيفها هو إنشاء أو تهيئة البيانات للرسم، يعني data for plot، data for plot. الخطوة اللي بهالخطوة creating the data for أو to plot. كيف راح نبلش؟ من خلال بنية handles راح شير للقيمة بيكس اللي هي القيمة العظمى. بيكس مثل ما اتفقنا راح تحتوي على بيك. خلونا نشوف الهاندلز مثل ما اتفقنا راح تحتوي على المعطيات الواجهة، فهلأ هون راح تحتوي على المعطيات البيك، وهون بيك 35. خلونا نشوف من خلال الهيلب، هيلب
بيكس، لاحظوا التابع بيك a simple function of two variables. بيكس is a function of two variables obtained by translating and scaling Gaussian distribution، يعني توزيع جاوس. خلونا نشوف لو حطيت بيك 35 شو راح يعطيني. اعطاني معادلة وهي رسمة. هي المعادلة بتمثل بيك 35 هي القيمة n، هون عم يقول لك ال n هي length of v، عفوا خليني ارجع على التابع بيك n the first variable. تمام، راح يرجع التابع بيكس 3 x y z the first variant product products 49 by 49 matrix، راح يولد مصفوفة 49 49. أما second variant produced n by n matrix، لاحظوا لو حطيت n راح محدد بعد الثاني المصفوفة، البعد الثاني قديش يعني المصفوفة y قديش راح تكون أبعادها. أما ال z the third variant produced an n by n matrix where n تساوي link v links v. فأنا لو حطيت v راح تكون ال n هي links v وراح حدد البعد الثالث. هلا أنا اكتفيت أني أحط بيكس 35 وشفنا شو عطاني هذا الشكل. خلينا نرجع للواجهة للملف m file، وبالتالي السطر الأول راح يشير للبيكس 35. السطر الثاني handles dot membrane تساوي membrane. طيب خلونا نشوف هذا التابع، تابع membrane شو راح يعمل. إذا أول شيء خلينا نكتب help membrane، بنلاحظ اللي generates the MATLAB logo L تساوي membrane K for K أصغر أو تساوي 12 إذا K إيجن function of the L shapes membrane. خلونا لو ننفذه نشوف شو راح يعطينا. نلاحظ أعطاني لوجو الماتلاب بس بألوان مختلفة. عندي ممكن يكون membrane K with no output بارامتر، عم يقول لي هون انه ما في عندي بارامتر خرج، بس عندي يعني التابع ما حيحتوي بارامتر خرج بس دخل اللي هو انبوت بارامتر اللي هو الكي بلوت ذا كي، وعندي الممبرين ويز نو انبوت اند اوتبوت بارامتر بلوت ممبرين واحد راح ياخذ بشكل افتراضي واحد. تمام، خلينا نرجع للواجهه نكمل كتابه برنامجنا. هاندلز دوت خلونا نكتبها هي لاحقا. هلا لو بلشنا عندي x y مثل ما شفنا ان القيم ممكن تنعاد. المش جريد هلا بنشوفه كيف شو وصف. رح حدد المجال من ناقص 8 بخطوة نص لل 8. خلونا نشوف لو نفذته نلاحظ وظيفة هذا السطر راح تح يعني المش جريد هو رسم من نوع مش وجريد هي الشبكة، وبالتالي أنا حددت مجال الشبكة لهذا الرسم من ناقص 8 بخطوة نص لل 8. هلا بالخطوة الثانية راح أقول له الآر تساوي سكوير إكس مربع زائد واي مربع سكوير x للتربيع زائد y للتربيع. طبعا بإمكاني كمان أحط قيمة f ثابتة، قيمة ثابتة بإمكاني ما أحطها. هون في عندي ضروري أحط نقطة. هي بالنسبة لل r عندي بعدين التابع sinc هو sin r على r. هدول الثلاث اسطر
مشان رسم تابع سينك. هلا اخر شيء راح اشير للتابع للسينك من خلال هاندل دولت سينك تساوي السينك، وراح اقول له هلا بعد ما خلصت عندي صار ثلاث حالات للرسم، يا اما الحاله الاولى اللي هي هاي البيكس، يا اما الحاله الثانيه اللي هي هاي، يا اما الحاله الثالثه اللي هي هاي. خلونا نشوف تمام لو نفذناه هون. عفوا هون ار وليس ت. هيك ما عندي اي مشكله صار. خلونا هلا نشوف كيف ممكن نشوف رسم السينك شو راح يعطي بالرسم وقت ننفذه. هلا راح اعطي قيمه ديفولت. هلا صار عندي ثلاث حالات، الحاله الاولى هي البيكس، الثانيه الممبرين، والثالثه هي السينك. خلونا نعطي هلا قيمه ديفولت، يعني بمجرد تشغيل واجهه مثلا. هلا بما انه عم نشتغل بالاوبننج اف سي ام، فبمجرد تشغيل الواجهه راح يرسم لي، بمجرد تشغيل الواجهه راح يرسم لي ال القيمة الديفولت اللي راح اعطيها هلا. فراح اشير الى handles dot current data تساوي handles dot bix، وبالتالي بالحالة الافتراضية راح يرسم لي هاد. طبعا هو راح يرسم البيكس 35، بس بما اني انا اشرت البيكس 35 واسندت للبيك هاندل دوت بيكس، فخلص لما قال له هاندل دوت بيكس لحاله راح يعرف انه هي البيكس 35. طبعا هذا الشيء عم يتم تخزينه كله عم يتخزن من خلال البنية هاندل. هلا سيرف هاندل دوت كورنت داتا راح يرسم لي راح يرسم لي الكورنت داتا اللي هي بيكس. فبنلاحظ هلا بمجرد تشغيل واجهة راح يتم رسم البيكس. لاحظوا مثلا لو غيرنا هاي هون عملتها هاندل دوت ميم برين فصارت ديفولت الميم برين، ولو عملت الديفولت عندي هون السينك هون يفترض انه تكون اسمها هاندل تمام سينك، راح يكون عندي راح يرسم لي اشارة السينك. اظن هاي اشارة معروفة، ما بظن في حدا ما عنده فكرة عنها. المهم فاخلي الديفولت هي السينك حاليا، عفوا البيكس. هلا بالخطوة الأولى أنا حددت له من خلال البنية هاندلز إنه المعلومات اللي عندي بيكس. هي طبعا المعلومات اللي تحددت هون تشاركت مع كل الجي او اي، مع كافة الفانكشن، لأني عم بخزنها بالبنية هاندلز. بما إني عم خزن بالبنية هاندلز فعم تتشارك عندي. بالإضافة لهذا الشيء ضرورة أخزن بالجيو اي داتا اللي هو التابع جيو اي داتا، بس بما اني انا حاليا عم اشتغل بالاوبننج اف سي ام فما في داعي لاستدعي جيو اي داتا. خلونا ننتقل للخطوه الثانيه، كل شيء واضح لهلا. ننتقل للخطوه الثانيه من كتابه البرنامج. ننتقل للخطوه الثانيه من كتابه البرنامج. راح برمج اول شيء الكائن بوب اب منيو. هذا الكائن مثل ما شفنا حطيت فيه ثلاث أسطر. السطر الأول هو البيكس، والثاني هو الميمبرين، والثالث هو السينك. راح أخذ هاي القيم من خلال get handles، أو هم ما عندي ضرورة handles، h object string، وبنفس الطريقة راح أخذ القيمة value وراح أسميها val.
راح اسميه فال، راح احله سويتش ال str اللي هي السترينج، راح تكون فال. تمام، يعني هاي السويتش راح تكون حسب ال str اللي هون، ال str value حسب قيمة ال str. فعندي ثلاث حالات، الحالة الأولى راح تكون بيكس، راح اشير فيها handles دوت current، خلينا نرجع على البوب اب منيو نشوف شو سميتها current data، current data تساوي handles دوت بيكس. وبالكيس الثاني اللي هي ميمبرين راح تكون نفسها، بس هون ميمبرين. وبالكيس الثالثة اللي هي سينك كمان راح تكون نفسها، بس راح تكون هون سينك اند. هلا هون لو نفذنا راح لاحظ راح يعطيني خطأ، ما راح يعطي اي نتيجة. عمل لي reference to non exist field bix بالسطر 124، وبنفس الخطأ راح يطلع بالmembrane non exist field. السبب انه المعلومات ما عم يتم مشاركتها. هلا لو حطيت له بالنهايه جي يو اي داتا، تابع جي يو اي داتا اتش اوبجكت فاصله هاندلز، وظيفه هذا التابع جي يو اي راح يحفظ كل التأشيرة معلومات هذا التابع للبنية handles. وأنا بالأصل عندي حافظ بالبنية handles هاي المؤشرات بمجرد تشغيل الواجهة H object، لأني عم اشتغل بنفس الكائن عشان شارك المعطيات اللي فيه. هلأ لو شغلت واخترت على سبيل المثال bix كمان رد أعطاني خطأ. خلنا نتأكد من الأسماء. يمكن هاي بيك، لا بيكس. نتأكد من الواجهة، خصائص السترينج اللي كتبتها هون خليني اخدها، روح التابع اتأكد اني كاتبها نفسها، البيكس نفسها، الميمبرين نفسها، السينك نفسها، اتش اوبجكت فاليو. عم اخذ ال str خاصية str وحسب ال value اللي عندي bix واحد، راح تكون ال value واحد بالحق
راح يرسم لي البيكس. بالحالة الثانية ميمبرين راح يرسم لي الميمبرين. بالحالة الثالثة سينك راح يرسم لي السينك. طيب جي او اي داتا نرجع لهون عندنا جي او داتا. اخدها من هون طب نهاية التابع. تمام ما عاد في خطأ. طيب رح ارجع اعيدها. لو رجعتها الى اعلى التابع فزت رجع الغلط. تمام بنلاحظ عم يقول لي انه الخطا handle.things reference to non-exist field اللي هي هذا السطر وهذا السطر وهذا السطر non-exist field مو موجودين. هلا بس من المفترض انه انا بعد ما ضفت هدول الاسطر اللي حددت فيهم البنية وخزنت فيهم التوابع اللي عندي حدث اعمل ابديت للهاندل ستراكشر. يعني حدث الهاندل ستراكشر من خلال جي اي داتا اتش اوبجكت دوت هاندل. يعني حدث المعلومات والمعطيات اللي بالبنية هاند من خلال تخزينها بالبنية هاندلز والجي اي داتا راح تعمل ابديت للهاندل ستراكشر. فهلا لو رجعت لل نفس الطريقة هون بعد ما حددتهم راح اعمل ابديت للهاندل ستراكشر. هلا بنلاحظ ما اعطاني اي خطأ. اللي بقي عندي هلا هون اني حددت، لا ما بقي عندي شيء هون خلصت. انا هون هلا حددت البيكس نوع بيكس او ميمبرين او سينكس. هلا راح انتقل للجزء الثالث من برمجة الواجهة اللي هو برمجة ازرار الضغط. راح نبلش بالسيرف الاول. راح اكتب فيه ببساطة سيرف handles dot current data والمش راح اكتب قلبه مش هاندل دوت كورنت داتا والاخير راح اكتب قلبه كونتور هاندل دوت كورنت داتا. خلينا نشوف السيرف. نلاحظ السيرف 3D colored surface serve x y z c plot the colored parametric surface defined by for matrix argument the viewpoint of specific by view. يعني هون راح يرسم لي مصفوفة من اربع بارامترات، يعني سطح الالوان تبعه من اربع بارامترات. plot the colors parametric surface السطح الملون حسب القيم المعرفة بهي المصفوفة x y z c the viewpoint specific by view. هاي السيرف. وعندي بعدين المش، بنلاحظ عندي كمان هاي المش 3D mesh service. بعدين عندي الكونتور هم موجود. خلونا نشوف تنفيذ الواجهة كيف راح يطلعوا. طبعا هون بس تمام هون انا ما شرحتها. هاي السيرف راح يرسم لي سطح من نوع سيرف والمش هيرسم لي سطح من نوع مش والكونتور هيرسم لي سطح من نوع كونتور. بس ليش عم حط داخل البنيه هاندل دوت كورنت داتا؟ مثل ما اتفقنا عم الكورنت داتا يلي هي راح ياخذها صار من اما من الاوبننج اف سي ان الحاله العامه بمجرد تشغيل الواجهه او راح ياخذها من البوب اب منيو. فعندي يا اما حتكون هاندل دوت كورنت داتا هاندل دوت كورنت داتا وراح يتم مشاركه المعطيات وتحديثها من خلال جي اي داتا. خلونا نشوف وبرد بوضحها اكتر. نشوف اعطاني خطأ. current data serve.current data
handle dot current data. طيب شو الخطأ بالتحديد؟ كمان not exist. تمام نفس المشكلة رجعنا. تمام هلا بشرح اكثر. بنلاحظ الكونتور عندي فيه خطا. خلينا نشوف شو الخطا اللي بالكونتور. لا خطا مو برمجي، خطا من عندي من نسخه الماتلاب، بس برمجيا ما في اي مشكله. can't find the exact case in contour. ممكن تكون small letter. لا مو small letter، مو ما في مشكله، بس خطا برمجي ما في. بيكس بنلاحظ عندي هاي السيرف، هاي المش، هاي الكونتور، الممبرين عندي هاي السيرف، هاي المش، وعندي السينك، هاي السيرف، وهاي المش. طيب شو اللي عم يصير بهالواجهة؟ راح ارجع اشرحها بشكل سريع كيف قمنا ببرمجتها من خلال التابع opening fcn. قمت بتجهيز المعطيات الأساسية للواجهة اللي هي البيكس والميمبرين والميش اللي هو تاعي سينك. هدول الثلاثة أشرت لهم من خلال بنية هاندلز وأسندتهم لسينك وميمبرين وبيكس، وعطيت قيمة ديفولت، قيم ديفولت أو مو قيم، رح يعني حالة ديفولت، ديفولت كيس هي هاندلز دوت كورنت داتا. الكورنت داتا هي المعطيات الحالية المخزنة، واسنت واللي عم تاخذ قيمها حسب الهاندلز دوت بيكس اللي بالحالات الأولى حددتها تأسندت لها. بعدين سيرف للرسم الحالة الديفولت والتشغيل البرنامج، وابديت هاندلز دوت داتا. لاحظوا هاندلز دوت بيكس، هاندلز دوت ميمبرين، هاندلز دوت سينكس، هاندلز دوت كورنت داتا، كله عم يعدل بالهاندلز، عم يتم تخزين المعطيات بالهاندلز. فانا مشان حدث المعطيات تبع الواجهة الموجودة بالبنية هاندلز راح اعمل جي اي اتش اوبجكت هاندلز ابديت هاندلز داتا. هي دائما موجودة بال اوبننج اف سي ان. بنفس الطريقة هلا رحت بحال انا بدي اعدل الديفولت، انا حطيت الديفولت بيكس، طيب انا ما بدي بيكس، بدي اعدلها. كتبت بالبوب اب منيو هي الاسطر ال STR راح تحدد لي شو الشيء المكتوب بال بوب اب منيو، والفاليو راح تحدد لي القيمة اللي هي واحد او اثنين او ثلاثة بحالتي حاليا. فعم اقول له الكيس بيكس غير الكورنت داتا خليها هاندلز دوت بيكس، بالحالة الثانية غير الهاندلز داتا خليها هاندلز دوت الديفولت داتا، الكورنت داتا خليها الهاندلز دوت ميمبرين، والحالة الثالثة سينك. ورجعت عملت ابديت جي يو اي داتا ابديت او اور ابديت هاندلز ستراكشر. ستراكشر ما يمكن يبليو. مهم بعدين رحت على البوش بوتوم. البوش بوتوم الاول مسؤول عن رسم سيرف للمعطيات الحالية، البوش بوتوم الثاني مسؤول عن ميش للمعطيات الحالية، البوش بوتوم الثالث مسؤول عن كونتور للمعطيات الحالية. الهدف من هاي الواجهة نشير لثلاث شغلات. اول شغلة الهاندلز، المعطيات عم تتخزن بالهاندلز، لاحظوا دائما بالهاندلز هي اللي عم تخزن، التخزين كله بالهاندلز. تاني شغلة الواجهة تحديث معطيات الواجهة، لاحظوا جي اي داتا لما عم حدث المعطيات من خلال جي اي داتا عم يتم مشاركتها مع كافة التوابع. يعني لما عملت هون تحديث للبنية هاند ابديت هاندل ستراكشر، لما حدثت البنية هاندلز ورحت على البوب اب منيو
كمان عملت ابديت، فالتحديث النهائي هو اللي تم اسناد الكورنت داتا له. ده وقت التنفيذ شغلت الواجهه، الديفولت هو اللي بالاكسس، حدثت الواجهه ميمبرين. هلا بروح بنفذ السيرف، بيرسم السيرف اللي بدي اياه. اما لو رجعت شغلت الواجهه قلت له سيرف، ما عند يعني عندهم ما عندهم معطيات رح يعطيني خطا. شو راح يقول لي الخطا؟ ريفرنس نون اكزيست كورنت داتا من سطر 98، لانه هو اخذ ديفولت كورنت داتا اللي هي البيكس عم يتعامل معها، يعني عم يرسم بناء عليها. ف ارجع اعيد ثلاث هدفين او ثلاث اهداف، او اول واحد الهاندلز للتخزين، الثاني واحد الجيو اي داتا اتش اوبجكت لتحديث بنيه ومعطيات الواجهه، والثالث اللي هو طريقه مختلفه عن اللي شفناها بالدروس الاسابيع الاولى للدوره، التعامل مع البوب اب منيو. انا هون تعاملت معه من خلال الاسطر المكتوبه فيها. يعني هلا لو يفترض لو لو قمت هاي الكيس من هون وحطيت الثاني كيس، يفترض ما يعطيني خطا. خلينا نتاكد بس. تمام، بنلاحظ انه صار عندي امكانيه انه يعني ما عندي يهمني 1 2 3 حسب رقم السطر بهالطريقه، حسب الكتابه المكتوبه بالمين بالبوب اب منيو راح يتم التعامل. اي طريقه ثانيه للتعامل مع البوب اب منيو، حسب الكلمه المكتوبه بالبوب اب منيو راح يتم التنفيذ، ومو حسب الرقم. ارجع اعيد المره الثالثه، البنيه هاندلز الجي اي داتا ابديت للبنيه هاندلز، والبوب اب منيو التعامل مع الكتابه بشكل مباشر. طبعا بالاضافه للاتش اوبجكت شفنا كيف تعاملت معه، شفنا كيف عم اتعامل، يعني ليش اتش اوبجكت ليش ما مكتوب هاندلز دوت، وشو معنى هاي الكتابه هاندلز، بالاضافه للسطوح ثلاثيه البعد مثل السيرف والميش والكونتور. هاد كل شيء بنناقشه اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. بالنسبه لكافه الشغلات اللي شرحتها هي عباره عن مفاهيم عمليه، بس ما يعني ما في ضروره انه نطبق مشاريع. انا شرحت هلا مفاهيم عامه بشكل عملي، راح نتفق هلا مع بعض على مشاريع حنبلش فيها باذن الله من هذا الاسبوع. والسلام عليكم.